نروح برضو لإحصائيات تانية وأرقام تانية، وأكثر لاعبي العالم استمرارا مع فرقهم زي ما حضراتكم شايفين، ولكن أنا هشرح لحضراتكم طبعا عشان الصورة مش واضحة تماما. طبعا أول ثلاث مراكز لغاية دلوقتي بيلعبوا، الأستاذ خالد طلعت كان تحدث خلال الحلقة السابقة عن روجيريو سيني حارس مرمى ساو باولو في المركز الأول، رايان جيجز طبعا لاعب مانشستر يونايتد في المركز الثاني، وفرانشيسكو توتي لاعب روما المركز الثالث، ولكن الإحصائية اللي معانا متعلقة بعبد الواحد السيد حارس مرمى نادي الزمالك. مظبوط فعلا، هي دي احصائيه يمكن هم مسمينهم اكثر لاعب العالم وفاء لانديتهم او استمروا مع انديتهم. زي ما انت قلت روجيريو سيني الحارس البرازيلي بقاله مع ساو باولو مستمر معاهم 23 سنه و10 شهور بيلعب في نفس الفريق ما سابوش، بعديه على طول بيجي رايان جيجز طبعا النجم الويلزي مع مانشستر يونايتد استمر معاهم برده 23 سنه من اول ما كان ناشئ يمكن تقريبا عمره 17 سنه لغايه دلوقتي داخل 39 سنه. فرانشيسكو توتي طبعا نجم روما الايطالي موجود معاهم برده يمكن بقاله 20 سنه و10 شهور دلوقتي تقريبا هو سنه 37 سنه، دول اكبر اعلى ثلاث لعيبه استمروا مع فرقهم فترات طويله. بيجي في المركز ال 16 عبد الواحد السيد على مستوى العالم بالكامل، عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك المركز ال 16 من حيث اللاعبين اللي استمروا فتره طويله مع فرقهم، يمكن هو 16 سنه واربع شهور هيكملهم مع نهايه عقده اللي هو هيكون 30/6/2015. هو بدا مع الزمالك 1/7/97، يمكن 16 سنه واربع شهور عبد الواحد السيد مستمر مع الزمالك، اعتقد رقم يحسب له وبيبين مدى اخلاصه ووفائه لنادي الزمالك. ربنا يديله الصحه طبعا لاعب نادي الزمالك وقائد وكابتن نادي الزمالك عبد الواحد السيد.